السلام عليكم. رايحين فين؟ جايين نحدد عمليه لمصطفى ان شاء الله. انا كل ما قابل حد الناس كتيره بصوره بالمستشفى يعني. كل سنه طيبين. من طيب. انت والده؟ لا انا خاله. ها؟ والده متوفى. انا خاله مصطفى. اه مصطفى. ازيك يا دارش؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 9 سنين. وعندك ايه؟ عندي كانسر على الرئه. كانسر؟ كانسر ده حاجه كبيره يا عم. وعمل عمليه على القلب وبتعالج في ابو الريش. بتعالج ابو في ابو الريش وهنحدد العمليه. جاي عمليه ايه بقى؟ عمليه على القلب. كان عنده ايه في القلب يعني؟ كان عنده اورام على الرئه. الرئه على الشريان اللي بيضخ للقلب للرئه. فطبعا عملناها عمليه ليزر، وطبعا كان عاملها دكتور امريكي في النيل البدراوي الاستثماري. فطبعا ساب، عايزين نشيل الجهاز عشان يبدا نبضات قلبه تمشي. بس فين مركبه هنا؟ اه الجهاز مركبه هنا في القلب. طب يا عم انت قلقتنا، ما انت كويس وعملت العمليه اهو، مش نجحت؟ ايوه. لازم العمليه تنجح عشان اطلع لاعب كوره وابقى حارس مرمى زي جاباسكي. زي جاباسكي؟ ابو جبل نفسك تقف جون؟ ها بتلعب ولا لا؟ اه بلعب. خلي بالك حتى اللعيبه بيجي لهم اصابات فبيقعد 6 شهور 9 شهور صايم. اه صايم. لا 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 العلاج ما بيرضاش يفطر. لا يا ستي لا 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 ما بيرضاش والله. والمس بتفضل تتحايل عليه المس، هو ما بيرضاش يفطر. ما بيرضاش. كام سنه؟ 9 سنين. بص ربنا بيحب ان تقطع رخصه ماشي. فعندك مثلا بتاخد دواء كل 6 ساعات، الصيام 14-15 ساعة ما ينفعش، فلازم تفطر بعد ما تشيل الجهاز ده وتخف تصوم. صح؟ لا ربنا صح. ماشي؟ حافظ قرآن؟ أيوه. حافظ قرآن؟ ايه الآية اللي تقولها لي دلوقتي؟ الجن. سورة الجن. سورة الجن؟ ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. بص أنت دلوقتي في فترة إيه؟ استشفاء. ما تكلمش كتير، ما تعبش نفسك. أول هو قالوا له هشيل الجهاز إمتى يعني؟ هو إحنا لسه جايين نحدد. تعالوا كده بس عشان جايين لسه نحدد. لسه ما عرفتوش؟ لا لسه ما عرفناش الميعاد ان شاء الله. والده توفى امتى؟ توفى في 2019. بقاله 3 سنين. ربنا يعينه يا رب. عامله ايه في العلاج يعني؟ العمليه دي كان على نفق الدوله ولا ايه اللي هي الامريكي ده؟ لا والله اخويا انا مسافر، فكلم ناس وكده، مسافر الاردن يعني، كلم ناس اهل الخير ساعدوا برضو. الحمد لله يعني. الحمد لله ربنا ما يسيبش حد. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. انت صحتك ايه؟ ها؟ وعليا كويسه؟ لا عليا بعلق لها دم، فالدكتوره قالت لي لازم نروح ابو الريش عشان خاطر ايه نشوف نعمل لها جينات وراثيه، نعمل لكم كلكم عشان نشوف هل المرض اللي عنده مصطفى. بقى لها قد ايه على كده؟ علقنا دلوقتي دي 3 مرات. بتاخد دم؟ مره اه تاخد. بس ما عرفوش الجلسات لسه. احنا بقى هنعمل التحليل ان شاء الله بكره. نعمل الجن ان شاء الله يبقى خير يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا استاذ طارق يا رب، وربنا يعيني ويقويني بس على تربيته. تعالى اقف جنب مصطفى كده، بصي كده قولي له يا رب. قولي يا رب يا رب. ربنا مش عايزه حاجه من الدنيا اصلا غير شفاه، وربنا يخلي اخته. ده بس اللي انا بتمناه من ربنا، واشوفهم حاجه حلوه للمجتمع. بس ابقى زي مين؟ عايزه ابقى زي محمد ابو جبل، وبشجع زيزو وبشجع زيزو بن شرقي. انت زملكاوي؟ ايوه. ده لازم الزمالك يعمل لك دعوه. هو بشجع خليك زملكاوي بيحب الاهلي. عاوزين ناس بشجع محمد صلاح. محمد صلاح؟ ها والله المفروض محمد صلاح يبعت لك هديه. انا بشجعك، انا بحييك، هتبقى احسن جون في مصر يا رب يا رب ان شاء الله. يعني العمليه في خلال قد ايه؟ مثلا اسبوع اسبوعين ثلاثه؟ لا مش عارفين. طب هو بقاله قد ايه مركب الجهاز ده؟ هو دلوقتي بقاله بتاع سنتين. سنتين؟ اه. وقالوا ان الدنيا بقت معاه كويسه ولازم الجهاز يشتغل. شكله ما شاء الله كويس. اه هو قالوا لازم الجهاز يشتغل. عاوز اقول للناس ايه؟ انا جدع وراجل ومكافئ، وربنا ان شاء الله يشفين. والله شايله كليه والدته برضه. ها؟ شايله كليه والدته. الوالده شايله كده؟ اه بس وهي في 5 ابتدائي يعني. دلوقتي صحتك كويسه؟ الحمد لله. مصطفى حتى لو مش كويسه ربنا هيقويني ويعيني عشان خاطر الاطفال دي. عاوز اقول ايه يا مصطفى قبل ما اسالك السؤال؟
باذن الله. اقول له بشكرك يا استاذ طارق، بشكرك يا استاذ طارق وسعدت ان انا لا ده هو متحدث بيه يتكلم. طب بص، في لعيب اسمه رونالدو، رونالدو عارف رونالدو انت؟ لا نسال حاجه في الجسم اسمها رولاندو، ده شك رولاندو ده في جسم الانسان، في المخ كريستيانو رونالدو. لا احنا ده بقى ايه رونالدو، احنا رولاندو ده في جسم الانسان، الشك ده في المخ في البطن في الرجل، واحد اتنين تلاتة في المخ شك رولاندو ماشي، ولا في البطن ولا في الرجل، واحد اتنين تلاتة في واحد في المخ. المخ صدق انت مخ وعضلات برضه. بقولك مبروك بتكسب معانا الجايزة الهدية 100,000 جنيه، هتعمل بيها ايه بقى؟ هعمل عملية لازم تنجح لازم انجح عشان اطلع لعيب كورة. تطلع لعيب كورة؟ قول يا رب، قول للناس يدعوني يا رب. انت تقولي له ايه بقى؟ بقول نفسي اشوفه احسن واحد في الدنيا، ونفسي اشوفه من حافظين كتاب الله، هو واخته اهم شيء حفظ كتاب الله، واشوفهم احسن اتنين في الدنيا، ويجعلوا بر بيا وبخته.